كمان على مين يا نفسية. كابتن اشرف؟ يعني الاسماء الجديده اللي ظهرت نادي الاهلي معارين صفقات لاعبين مصريين، صفقات لاعبين افارقه، مين اللي كابتن اشرف مستنيه يشوفه في الموسم اللي أنا جاي؟ الحقيقة مستني، وما تبقاش دبلوماسي، انا عايز اسم او بالكتير اسمين. انا مستني بيرستا وبشكل كبير جدا، لاني مقتنع بامكانياته جدا جدا، وبراهن عليه ان شاء الله انه هيفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. ميكسوني كمان انا براهن عليه، شايف ان عمار حمدي واحد من الاسماء اللي ان شاء الله هتتالق بشكل كبير وان شاء الله ياخد فرصته، لان انا شايف كمان ان مستر موسيماني مقتنع بامكانياته بشكل كبير جدا جدا، فاتمنى توفيق ليهم كلهم طبعا لكل النادي الاهلي، ولكن انا براهن على الثلاث اسماء دول ان شاء الله مع النادي الاهلي هيفرقوا بشكل كبير جدا جدا ان شاء الله. طيب انا هكلمك على المطب بقى، لانه انا شايف انه طبعا على قد ما انا مشتاق اشوف فرقه النادي الاهلي، على قد ما انا اشوف الكوره بتاعه النادي الاهلي شكلها هيكون عامل ازاي، انا مش مهتم بس بال يعني انا في جزء من الجمهور النادي الاهلي، يعني كل الجمهور طبعا متفق انه عايز يفوز باي بطوله بيدخلها النادي، صحيح ده شيء طبيعي جدا، لكن في جزء عايز يفوز بالبطوله دي ويشوف كره حلوه من النادي الاهلي. ده ممكن شويه نكون افتقدناه، ومستر موسيماني كان ليه العذر انه زي ما قلنا ما كانش عنده الوقت اللي يقدر يشتغل فيه مع الفريق بشكل كبير، والقماشه كمان السنه دي بقت معاه مختلفه طبعا جدا طبعاً. جدا فاعتقد ان الاوان ان احنا نشوف ده. لكن انا بخاف دايما من ماتشات البطوله اللي من 90 دقيقه، بطوله المباراه الواحده، خصوصا انك انت اخر حاجه يعني ناس طالعه من دوري لاسباب كتير جدا ما خدناش البطوله، فبالتالي مستوى انتظارها للتتويج بكره اعلى شويه من الطبيعي، صحيح فاهم، بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن ظروف المباراه. شايف المباراه دي صعبه؟ شايف انه نتيجتها ممكن تبقى شاغله مستر موسيماني؟ شايف انه طريقه او اسلوب اللعب ممكن تبقى مختلفه عن الوضع الطبيعي؟ طيب الاداء احنا اتكلمنا ان مستر موسيماني الضغط الكبير جدا وتلاحم المباريات والبطولات ما كانش فيه فرصه لتطوير الاداء، وقلنا انه هيحتاج فرصه من الوقت علشان يقدر يشتغل شغله مظبوط الطبيعي يعني، وده شفناه على فكره مع سان داونز، يعني سان داونز من افضل الفرق اللي بتلعب، سان داونز والترجي وكايزر تشيفز. لا انا بتكلم على مستر موسيماني وتوليه الفرقه، يعني سان داونز من الفرق من افضل الفرق بتلعب كوره في افريقيا، وبالتالي الراجل ده محتاج وقت عشان يقدر يطور ده. اعتقد ان شاء الله يعني الفرصه مش كبيره صحيح انه يقدر يطور، ولكن اتمنى انه يقدر يلحق شويه يطور الاداء مع النتائج ان شاء الله في المباريات اللي جايه. بالنسبه لمباراه بكره، مباراه البطوله الواحده دايما انت مش محتاج فيها المتعه قوي على قد ما انت محتاج النتائج، ولكن احنا يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان خلاص تشبع من هذه الفكره، يعني محتاج خلاص اداء مع النتائج. اتمنى بكره ان شاء الله يكون في اداء مع النتيجه ان شاء الله ونحسم البطوله، ولكن ما نستعجلش قوي، لسه بدايه موسم. تخاطر بصفقات جديده بكره؟ يعني انت لو مكان مستر موسيماني النهارده بتفكر في اللعيبه اللي تلعب بيها ماتش زي بكره، تقول العب مع المجموعه اللي حافظاني وفهماني وقفلت بيها السيزون الاخراني، ولا ولي لا ما يكونش في اسماء بكره من الصفقات الجديده، ولا ممكن تخاف عليهم انه ممكن احرقهم في بدايه مشوارهم مع النادي الاهلي؟ الطبيعي انك ما بتلعبش كتير في القوام الرئيسي للفريق او القوام الاساسي في فرقتك، وجاهزيه معظم اللاعبين يعني بنسبه كبيره جدا الحمد لله اطمنا على ال 27 لاعب الموجودين في المعسكر كلهم الحمد لله جاهزين بنسبه 100%. احنا لما بنتكلم في معلومه بنتكلم صوت وصوره، يعني لما بنقول لحضراتكم لعيبه الاهلي جاهزه بنجيبهم لحضراتكم في الملعب كل اللاعبين الحمد لله بيتمرنوا، عشان انت عارف كان في كلام كتير كتير على السوشيال ميديا على اكرم وعلى طه. اكرم وعلى طاهر لا الحمد لله جاهزين بنسبه 100%، والا ما مش هيبقى فيه يعني مفوق مخاطره، احنا لسه في بدايه موسم واحنا محتاجين كل اللاعبين يعني طبعا. اعتقد انه ممكن تدخل لاعب او اتنين في بدايه، ولكن في مباريات البطوله الواحده دايما بتبقى فيها مشكله شويه، انه انت بتحط فرقه جاهزه بنسبه 100% بدنيا وفنيا وذهنيا وحتى على مستوى الخصم، لانه مستر موسيماني واحد من الناس اللي بيشتغلوا زي كابتن جوهري الله يرحمه برضو على المنافس، بمعنى انه بيدرس كويس قوي قوي المنافس، بيشوف طريقه لعبه، بيشوف التشكيل اللي بيلعب بيه، بيشوف خطوط القوه والضعف اللي عنده، وده بيميز كتير جدا جدا مستر موسيماني، وشفناه في مباريات كتير على جدا للمنافس جدا جدا الحقيقه. وبالتالي اعتقد انه ممكن بشكل كبير يشرك واحد او اتنين بكره من اتمنى يعني اتمنى انه ممكن يكون موجود ميكسوني، ممكن يكون موجود كريم فؤاد، لانك محتاج تضغط من البدايه على
طالع الجيش، طالع الجيش من الفرق الجيده. عبد الحميد بسيوني من الناس اللي اشتغلت بشكل جيد الموسم اللي فات، مرهق جدا يعني ماتش الكاس اللي لعبه معاك الحقيقه بيقول ان هو ند قوي جدا، حافظ وفاهم ومدرك قد ايه قيمه وحجم النادي الاهلي، ما بيلعبش بطريقه عشوائيه كده بطوله او مباراه بطوله وخلاص. صحيح. لا يعني فاهم بشكل جيد وعندهم لاعبين مميزين، وبالتالي وان كان عنده تحدي برضو انه في اسماء كتير رحلت عن الفريق. صحيح. بس هو يمكن دعم برضو بشكل كويس، بس حته الانسجام دي شويه برضو عائق عندهم. يعني لاول مره بشوف طالع الجيش بيدعم باكتر من 12 13 لاعب. صحيح. وعلى فكره دي ده مش طالع الجيش بس، احنا بنتكلم في الموسم اللي جاي انتقالات غير طبيعيه. أي. يعني كل نادي بيدعم ب 13 14 لاعب، ودي يعني فرقه غريبه جدا. أيوة. جدا. أيوة. ان يكون في هذه الامكانيات في الدوري المصري وكم هذه الانتقالات، لانه مش طبيعي يعني ان يبقى كل الانديه بتدعم ب 13 14 صفقه. دي حقيقه فرقه يعني جديده يعني كل الانديه بتشتري فرقه. يعني فاركو اللي طالع جايب فرقه وفرقه محترمه يعني ولاعيبه من بره ولاعيبه من جوه. صحيح. فيوتشر نفس الحكايه برضو بالظبط.